أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية ساهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. الأزمة الأوكرانية يمكن بقالها مش مدة كبيرة أوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس يعني ست شهور، لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدولة عملتها خلال السبع سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا ان ما هو الطلب لما نتكلم في سبع ثمان سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدولة بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الأسعار، لكن في متغيرات أخرى زي موضوع العلف وأسعارها. إحنا ما بنطلعش إنتاجنا للأعلاف من مصر، إحنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي إحنا بنقوله مع للدولة ومع نفسنا إن إحنا يبقى لازم أكبر حجم من الأراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطرة على تكلفة الانتاج. وطالب الرئيس السيسي بتسريع خطوات برنامج تربية المليون رأس ماشية لدخول مجال صناعة اللحوم، لافتا إلى تأخر الدولة في دخول هذا المجال. احنا دخلنا المسارات ديت أو الصناعات ديت متأخرين شوية، يعني صناعة اللحوم دي صناعة مش تربية، يعني زي ما الناس متصورة ان هو بيأكل راس ماشية وخلاص، لا دي صناعة يا جماعة، صناعة متكاملة جدا جدا، وتكلفة إقامتها وتكلفة تأهيل الناس انها تشتغل فيها بتاخد وقت. احنا كنا بنتكلم في المليون راس، ومن في خلال ست سبع سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71 ألف راس. 71 ألف راس ده رقم بسيط قوي ومتواضع، وانا بقوله للدولة وبقوله لنفسي لما تيجي تكلم 100 ألف راس ثمنهم 5 مليار جنيه، أنا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعا. إيه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اتفضل. إيه 100 ألف راس؟ وزير الزراعة يقول لي ما هو السوق العالمي ما عندوش يلبي لك المطلب ده، ما إحنا مش هناخده في سنة. ما إحنا مش هناخده في إيه؟ إنما طموحنا هنا مش الهدف منه هو الهدف منه الناس يعني. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بموجب المتغيرات العالمية كان من المتوقع أن تكون الأسعار أكثر ارتفاعا، لكن الإجراءات الحكومية ساهمت في كبح هذا، ودلل الرئيس السيسي على ذلك بارتفاع التضخم الكبير لدى الدول الأوروبية. خلي بالكم المفروض أن الأسعار في مصر تبقى أكثر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة يعني. وحديكم مثال، هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2% مش كده؟ ودي ثوابت عندهم سنين طويله يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، أنظمة يعني إدارية وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا هو عامل النمو السكاني. في دول بقالها 40 سنة عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار، لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم او زياده في الاسعار. طب احنا لو احنا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان تكلفه الطاقه في مصر اتعاملنا بيه طبقا للاسعار العالميه دلوقتي، انا اتصور ان كانت حصل قفزه كبيره جدا في التكلفه.
كما شدد الرئيس السيسي على بذل الحكومة أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى تأجيل برنامج تسعير الكهرباء للمرة الثالثة نظرا للظروف الراهنة. احنا حريصين على ان احنا نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة. انا هقول لكم على حاجة، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مرة، مش كده؟ ثالث مرة نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار أنا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة. أنا مش بقول كده إن الدولة يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن مناسبة. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لتالت مرة نأجله، المرة دي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي، مع الوضع في الاعتبار إن تكلفة إنتاج الطاقة بتاعة الكهرباء زادت نتيجة برضو إيه؟ ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الإنتاج الكهرباء ثمنه أربع مرات. وأوضح الرئيس السيسي أن حديثه يستهدف أن يكون المواطنون على علم بتفاصيل ما يحدث، مؤكدا أن الدولة تعمل على الحفاظ على الأسعار. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن أسعار الطاقة في الدول الأخرى زادت بنسب مرتفعة، مما أدى إلى زيادة متسارعة في أسعار السلع والخدمات بالتبعية. النقاش ده الهدف منه أنك أنت تعرف يا مواطن إن كان قبل كده 3 دولار و4 دولار و5 دولار للوحدة، مش كده؟ بتاعة الغاز، النهارده بنتكلم في 20-21 دولار. طب أنت لو أنت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت أقل من تكلفتها بتباع للناس في الوقت ده اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدولة إن ده أقصى حاجة ممكن نعملها عشان الأسعار ما تقفز وعشان نحافظ على ظروف الناس محدود الدخل، ظروف محدود الدخل. فأنا بس برجع مرة تاني للنقطة ديت وأقول تصوروا إن إحنا كنا هم بره بيعملوا إيه بقى؟ الموضوع على طول، يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل الـ يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجة فالناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده. اكد الرئيس السيسي ان مصر توقفت نحو 50 عاما دون تفكير مستقبلي، بينما نما حجم الدولة بقوة دون زيادة في الموارد او التنمية. وشدد الرئيس السيسي الى ان ذلك يدفعنا الى المضي بقوة في المشروعات لتعويض تأخرنا، داعيا الى زياده الانتاج في كافه المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. شوفوا، في بلدنا توقفت، وانا ما بقولش كده يعني قدح في اي حد، والله العظيم توقفت 50 سنة ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط تجري. هو كده، لأن طب هنمشي بالراحة مش هينفع، لأن احنا بالفعل متأخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهاردة، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدرة لأن احنا محتاجينها. وأكد الرئيس السيسي أن الحديث عن الرضا المجتمعي لا يتعلق بحفظ النظام، ولكنه يرتبط بحياة 100 مليون مواطن. ونبه الرئيس السيسي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل توفير الحياة الأفضل للمواطنين. هنا ما بقاش الموضوع استثمار،
هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار. ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا. حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعى تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، انا بحارب بالله، ودي 10 أو 20 مره اقولها. والله العظيم لما بتكلم على حاله رضا مجتمعي وحاله استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم انا ربنا المطلع بقى اذا كنت بتكلم من جوه ولا اي حاجه. لا، انا بتكلم على حياه 100 مليون. لو حصل امر والناس ما بقتش راضيه، انت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش. ما تقال يا دكتور مصطفى، ما تناموش. منظمات المجتمع المدني تنام؟ مش دوركم حمايه الناس؟ لا، ده الموضوع اكبر من كده. لان الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد ايه امتى، ما كانش نبقى احنا موجودين موجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما امكن، احنا هنبقى عملنا. لان الموضوع ضاغط، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجه. وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الان. عقب ذلك قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات، حيث يشمل المركز 29 معملا متخصصا ومنظومة تعقيم مركزية، وتم إلحاق مزرعة بحثية به على مساحة 4 أفدنة.
أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لواء أركان حرب وليد أبو المجد أن مصر خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تقفز بها خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغذائية. كما أشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف منها الأمن الغذائي. سيادة الرئيس، تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لأبناء وطننا الغالي مصر، خاصة في ظل التداعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغذائي. واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات. زراعة 400 ألف فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة، منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي، بالإضافة للمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل من النبارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتي الإرادة وتحيا مصر. مشروع استصلاح وزراعة 1,000,000 فدان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة. مخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكا علاوة على 400 ألف فدان جاري استصلاحها حالياً ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة العملاق بمنطقة الضبع. في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات. المجمع الذي يقام على مساحة 1,000 فدان مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طنا من الألبان يوميا. على مساحة 1,000 فدان وبطاقة استيعابية ل5,000 رأس حلاب، أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتلبية احتياجات المواطنين. المجمع مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طنا من الألبان يوميا. المشروع يعد أحد أهم إنجازات الشركة الوطنية للثروة الحيوانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبمشاركة القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتشجيع هذا القطاع ومشاركتهم في المشروعات المختلفة. احنا هنا في مزرعة 2 هنا كنموذج لأحد المزارع الخمسة. المزرعة هنا بتضم 1,000 بقرة حلابة بالإضافة للإنتاج بتاعها. طاقتهم الإنتاجية للمزرعة الواحدة بتصل 30 طن لبن في اليوم. المزرعة تم مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الآلية. صالة الحليب هنا بيبدأ دخول البقر على منطقة الغسيل، ودي بيبدأ نزول رذاذ مياه على زهور الأبقار علشان نبدأ إن احنا نخفف العبء الحراري على الأبقار علشان نقدر نوصل بها لأعلى إنتاجية. احنا في دولة قوية وزرعها جامد وبتعمل مشاريع جامدة، فاحنا ليه ما نخش قطاع خاص ونبقى وحدة واحدة وحيلاقوا إن شاء الله يعني استجابة وكنا نتعاون في بناء مصر. المجمع يضم مركزا علميا للتدريب والبحوث بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال وجود عدد من المعامل البحثية التي تستطيع التعامل مع الميكروبات وتضع معايير الجودة الحديثة في تربية الماشية مع متابعة الاستجابة المناعية لها بهدف زيادة إنتاج السلالة المصرية من الحيوانات. المركز هنا أول منشأة مدمجة في مصر، طبعا هو شغال كقسم بحوث وتطوير خاص بالشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، لكنه تم تجهيزه بحيث إن هو يقدر يساعد في أكتر من توجه في الدولة كلها والقطاع المدني طبعا. الجناح هنا بيتكون من عدد 6 مختبرات متقسمين حسب درجة الأمان الحيوي، 5 منهم ذات مستوى أمان حيوي، 2 مطور. المجموعة دي بتستطيع أنها تتعامل مع يقرب من 1,000 عينة في اليوم الواحد. من خلال الجهاز المناعي يمكننا معرفة حالة الجسم بالنسبة لمقاومة الأمراض بشكل عام أو بالنسبة لمقاومة مرض معين، والتقنيات الحديثة بتمكننا من متابعة الاستجابة المناعية للحيوان الذي تم تحصينه بلقاح حي أو مثبت. من خلال المعمل بنقدر نقلل العبء الميكروبي في منتجات الماشية
عن طريق ان احنا بنعزل الميكروبات المسببة للأمراض. تم تصميم المعمل للتعامل مع الميكروبات شديدة الخطورة والضراوة على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية. هدفنا هنا في المعمل هو تقصي انتشار الفيروسات والميكروبات سواء إن كانت من خارج مصر أو متحورة. إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الدولة في مجال الثروة الحيوانية للنهوض بها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل. مجمع السادات للإنتاج الحيواني والألبان حلم جديد يتحقق، تسعى الدولة من خلاله لتأمين الأمن القومي الغذائي، وتؤكد المضي قدما نحو زيادة الإنتاج الحيواني والغذائي لاستكمال حلم بناء الجمهورية الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة في المرحلة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأضاف مدبولي خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الرد على أي تساؤلات هو الجوهر والهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، لأنها هي التي تحدد سياسة الدولة في الأصول المملوكة لها. هذه الوثيقة بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نرسي للدولة المصرية وللداخل والخارج احنا شايفين كدولة رؤيتنا المرحلة الجاية هنعمل فيها ايه، وازاي ان احنا هدفنا خلال المرحلة القادمة تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية. والحقيقة يمكن الموضوع ده أنا عايز بس أكد إن إحنا بدأناه، ويمكن بعضكم ممكن يفتكر إن الوثيقة دي طلعت كرد فعل للفترة الأخيرة، ولكن فعليا الوثيقة دي بدأنا في إعدادها من نوفمبر الماضي. استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفدا ضم عددا من ممثلي وزارتي الداخلية والخدمات التصحيحية المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بدولة جنوب أفريقيا، حيث تفقدوا مرافق ومنشآت المركز وبرامج إعداد وتأهيل النزلاء. وفي سياق متصل وإدراكا لأهمية الدور التكاملي والريادي لمصر لدى الأشقاء من الدول الأفريقية، فقد استقبل قطاع الخدمات الطبية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منشآت متطورة وبرامج إصلاحية واجتماعية لتأهيل نزلائها وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت تلك المراكز وجهة لزيارات محلية ودولية للاطلاع على هذه البرامج وتلك المنشآت. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من ممثلي وزارتي الداخلية والخدمات التصحيحية المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بجنوب أفريقيا، حيث تفقدوا خلال الزيارة عددا من منشآت ومرافق المركز في المقدمة منها المركز الطبي وتجهيزاته المتطورة. وشملت الزيارة مبنى التأهيل الفني والتعليم المهني الذي يضم فصول تعليمية وهوايات ومشغولات يدوية. كما تفقدوا عدداً من المرافق المستخدمة في تأهيل وإصلاح النزلاء، منها مصانع الأساس ومناطق الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني. البرامج المطبقة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون تهدف إلى إعادة دمج النزيل في المجتمع مع الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق متصل وتأكيدا على أهمية الدور الريادي لمصر والحرص على دعم أشقائها في كافة المجالات الأمنية، وقد استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية.
تفقد الوفد خلال الزيارة عدداً من المراكز الطبية التابعة للوزارة، من بينها المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مستشفى مدينة نصر، ومركز هيفن للعلاج الطبيعي بمدينة السادس من أكتوبر. وقد أثنى الوفد على التجهيزات الطبية الكبيرة الموجودة بتلك المراكز والتي تعد صروحاً طبية متميزة، وكذا إعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية داخلها. بشكل عام يعني كل اللي شفناه بصراحة على مستوى عالي وعالمي ومواكب ومتطور من كل النواحي، بالذات العنصر البشري، سبل التشخيص والعلاج في المستشفيات وزارة الداخلية المصرية. ونشكرهم شكر جزيل على كرم الضيافة والاستقبال وعلى إتاحته لنا أننا نطلع على كل التجارب إن شاء الله، والتي إن شاء الله سنستفيد منها كثيرا. شاكرين ومقدرين للاهتمام البالغ لأخواننا في وزارة الداخلية المصرية، وإن شاء الله إحنا عازمين نحو مزيد إن شاء الله من التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم إنساننا في البلدين الشقيقين إن شاء الله. زيارات تأتي تأكيدا على تدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل الأمني مع الدول العربية والشقيقة، والرغبة في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 64 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 31 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32 طن. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا، من بينها 98 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن أقماح محلية. وقعت كل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة البيئة بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك في مجال القضايا البيئية. وأكد البابا تيودروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية أن البروتوكول يأتي ضمن حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على القيام بدورها الوطني ومسؤولياتها تجاه القضايا العالمية والمجتمعية ودعمها لاستراتيجية مصر الوطنية. من جانبها أثنت وزيرة البيئة على جهود الكنيسة القبطية والتي تبذلها من أجل دعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة ومواردها. أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استمرار الأزهر في تقديم كل أوجه الدعم للشعب اليمني الشقيق وترحيبه باستضافة الطلاب اليمنيين للدراسة في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر واستقبال أئمة المساجد اليمنيين في أكاديمية الأزهر العالمية. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بالأزهر الشريف صرحا إسلاميا وإنسانيا يمثل تشريفا لكل المسلمين باعتباره منارة العلم والعلماء. كما أعرب العليمي عن تقدير اليمن لدعم الأزهر لبلاده على مدار التاريخ. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الشراكة مع جمهورية لاتفيا وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكفيتس، وشهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية.
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في مدينة سيفرودونيسك بالخطير، مشيرا إلى أن المعارك تدور في كل متر من المدينة المحاصرة. وقال زيلينسكي إن الروس يسعون للدفع بمجندين ذوي تدريب ضعيف للمعارك، وهو ما سيكلفهم المزيد من الخسائر، وأكد أن خسائر روسيا قد تتجاوز 40,000 جندي. وأكد الرئيس الأوكراني إلى حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع صاروخي حديثة لردع الهجمات الروسية. قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حققت نجاحا جزئيا في مدينة سيفيرودونسك وطردت القوات الأوكرانية من وسط المدينة. ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 32,300 جندي وضابط روسي منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي. وعلى صعيد آخر، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 815 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن روسيا وأوكرانيا تستخدمان أسلحة ثقيلة أقوى في صراعهما، بما يشمل استخدام روسيا قنابل حرارية. وأضاف نينيستو خلال محادثات حول السياسة الأمنية في مقر إقامته الصيفي في نانتالي، أضاف أن بلاده تدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وميرفت المليجي، أهلا بك. شكرا سحر ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي اتفاق تعاون مع رئيس منطقة كولون الاقتصادية التابعة لقناة بنما. وأفادت المنطقة الاقتصادية بأن الاتفاق يهدف للتعاون المشترك بين المنطقتين وتبادل المعلومات لإتاحة الفرصة لجذب المستثمرين من المناطق المختلفة للتأكيد على مكانتهما الدولية والاستفادة من الخبرات البشرية المتاحة، كما يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لخلق سلاسل إنتاجية متكاملة، وكذلك السعي لرفع مستوى أداء المناطق الصناعية المستقبلية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المستدامة في المناطق الصناعية واللوجستية والتجارية. أكدت مصر ضرورة توصل المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية بجنيف لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية. وخلال كلمة مصر بالمؤتمر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أغلقت الجلسة على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية من العرب والأجانب. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 5,800,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 662,758,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,057 نقطة، وقد أغلق منخفضا بنسبة 82%. ونتحول إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي انخفض أو فتح عند مستوى 2,860 نقطة وأغلق عند 1,837 نقطة ليتراجع بنسبة 1.28%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2,763 نقطة ليغلق عند مستوى 2,725 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.39%.
في اليابان انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في 24 عاما، وارتفع الدولار إلى 135.22 من 100% ين ياباني، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من عام 1998، وذلك بعد أن حقق مكاسب في الجلسات السبع الماضية. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر ويوسف إليكم. شكرا لك ميرفت المليني. تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب والمخرج والممثل سعد أردش، والذي رحل عن عالمنا في عام 2008 بعد مسيرة فنية حافلة. وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية التي استمرت لنحو 40 عاما العديد من الأعمال الفنية الخالدة، وحصل خلالها على العديد من الجوائز والأوسمة. هذا الخبر انتهت نشرة السادسة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.